بسم الله الرحمن الرحيم. هي كان شهر 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 ونص كلمني الدكتور سمير، قال لي يحيى احنا عايزين نعملوا ندوه عن الصيام في النادي. انا كنت انا دورت قبل كده في حته ثانيه، لكن المنهج في الصيام في رمضان انه الناس تقابل الاطباء بتاعتها شهر قبل الصيام علشان يستعدوا لحاجه اسمها استعداد رمضان. وفي الزيارة دي بتبقى بدري شوية عشان نظبط مستويات السكر أو نحاول إن احنا نظبط الأدوية قبل رمضان. فقلت له طيب وأنا مشكل. ففكرت مرة واثنين وثلاثة إنه اثنين من أكبر أساتذتي الموجودين أستاذ الدكتور خليفة بيع عبد الله، أستاذ أنت عارف كده ليه علمتني ربنا يديك الصحة والعافية، والأستاذ الدكتور فهمي عمارة الرئيس مدارس، هو اعتذر النهاردة لظروف خارج عنه. في نفس الوقت الصديق العزيز طارق رضا. طارق رضا بالنسبة لي زي عمرو دياب، أنا بتكلم بجد يعني توب ستار توب ستار. هي ده يعني بيحبوه، أنا بحبه على المستوى الشخصي، لكن هو يعني توب ستار، وأنا عارف إن هو بيفيد الناس كويسة. حاجة تانية، أنا لازم أشكر الرعاة. في شركة كتير رعاة موجودين، لكن أنا مش هقول أساميهم، لكن أنا بشكرهم الاثنين، شركتين الرعاة، وفيهم شركة كبيرة حقيقة أنا بشكرها، لكن أنا بشكر أيضا سمية، ارفع إيدك يا سمية. سمية أنا بشكرها لأن هي اللي مجهزة تجهيز ده كله حقيقة. سمية يعني انتشار أحراني وجعتني دماغي وجع جامد جدا. لكن حقيقة في وسط الحضور قبل ما أبتدي أقول الكلام، في أستاذة زميلتي قاعدة ورا هي متواضعة اسمها الأستاذة الدكتورة إيمان يوسف. إيمان أقف يا إيمان، عايز الناس تشوفها. إيمان يوسف بس هي إيمان إنك تجيتي. إيمان يوسف. الأساتذة بيسمعوا على بعض. لكن لا يبقى غير إن أنا قبل ما أخش الشغل إن أنا أشكر ولادي من وحدة السكر، النواب والمدرسين المساعدين لعلم التحاليل. عايزكم توقفوا، الناس تشوفكم عشان تجي للمستقبل. يلا يا ندى، يلا يا رجالة. دول كانوا تحاليل الصبح وهنعملوها بعد كده. بس أنت فاكر فيري ماتش. ليتس جو تو ورك. قال لي لازم نبتدي الشغل لأنه دكتور سمير قال لي استاذ خليفه 10 دقائق، انت 10 دقائق، طارق 10، استاذ طارق 10 دقائق، وبعد كده اسف. انا كان ليا غلط واضح انه لما الاستاذ سمير كلمني قلت له ليه الناس قبل رمضان بتروح لدكتور السكر قبليها بشهر. قال لي ليه يا جدع؟ قلت له عشان يظبطوا الجرعات، يشوفوا السكر مظبوط ولا لا، يتكلموا مين يقدر يصوم ومين ما يقدرش يصوم. يعني ايه كلمة المراقبة الذاتية اللي هي الواحد يحلل خصوصا النوع الأول كم مرة في رمضان قبل الفطار أعراض هبوط السكر، لأنه احنا عندنا في 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 المنهج القرآني بتاعنا إنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعمل إيه في الناس اللي عندها مضاعفات؟ نعمل إيه في الأكل؟ وطارق هيكلمنا عليها حضراتكم. لكن بعد الكلام اللي قاله الاستاذ خليفه وخليفه استاذي حقيقه يعني انه الناس مش منتفعه، والخطوره في الصيام في الناس اللي عندها سكر. عشان كده لما اخترت الاسم وقلت للاستاذ سمير قلت له نحو الصيام امن، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. يعني ايه امن؟ يعني ما حدش يحصل له حاجه نتيجه ان الناس بقى متحمسه كلها عايزه تصوم. فاللي انا عايز اقوله حاجه قبل ما نتكلم، مش ازاي ندي الدواء ومش ازاي نغير الجرعات ومين يصوم ما يصومش، لكن انا مهتم بثلاث حاجات اقولها. نمره واحد، يعني ايه هبوط سكر؟ يعني الواحد اللي يجيله دوخه او زغلله او رعشه او عرق بارد او يحس ان روحه مسكوبه، الراجل ده لازم يفطر ويفطر على سكر، مش على سكراته ومش على عسل، ويفطر حتى لو قبل الفطار بنص ساعه. دي اول معلومه اللي انا احب اقولها للناس اللي هي هبوط السكر. تاني حاجة إن الناس بعد الفطار لغاية السحور، خصوصا إن الجو هيبتدي يحرر، إنها تشرب مية بس ما تشربش سوائل غازية، وهنسمع الكلام ده من زميلي الدكتور طارق، وما تشربش حاجات فيها سكريات كتيرة أوي، لأن الحر ساعات بيعمل نوع من أنواع الجفاف ويؤدي في الآخر إلى مشاكل إحنا في حل عنها خصوصا في الناس كبار السن. الموضوع الثالث، ذاكر سامح عامل إيه؟ عشر شاف ذاكر رئيس عامل ايه؟ الله يبارك فيك. سامح شعرك ابيض زي السامح، الله يبارك فيك. اتفضل يا سامح. ذاكر رئيسة عامل ايه يا رئيسة؟ اقعد يا رئيسة، الله يبارك فيك.
لا لا سمعت حبيبي من زمان متعرفك ده. اخر موضوع عايزين نتكلم فيه حاجه اسمها سمع بتاع عيون مش بتاع سكر، بس بيشتغل سكر بالسكه برضه. الموضوع التالت احنا اتكلمنا على الهبوط واتكلمنا على شرب السوائل، لكن عايزين نتكلم على حاجه تالته سريعا، حاجه بيسموها المراقبه الذاتيه. يعني ايه المراقبه الذاتيه؟ لو ضربتوا بعينكم الشمال اللي قاعد قدام الشمال اللي قاعدين في المدرجات اللي قدامي على يد الشمال هتلاقوا اجهزه بتاعت السكر، ودي ناس هتاخدها هدايا. يعني عاملين طبوله والناس هتاخدها. لكن بنطلب دائما وابدا من الناس النوع الاول انها تعلم الصبح اول ما تقوم من النوم والساعه 5 ونص 6 ومره ثانيه على الساعه 10، وخصوصا في الاطفال. في الناس اللي هم النوع الثاني وسكرهم مستقر يمكن كل 3 4 ايام اخليه مره يعمل صايم، مره قبل الفطار ومره، لكن في مره مهمه جدا في المتابعه الذاتيه هي المره اللي لا قدر الله معاها الهبوط. انا اتكلمت في 3 حاجات: هبوط السكر، شرب السوائل، المراقبه الذاتيه.